أوامر أميرية حاسمة تأمر بحل مجلس الأمة وتعليق العمل بعدد من مواد الدستور لفترة لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها دراسة ممارسة الديمقراطية في البلاد لاتخاذ الأمير ما يراه مناسبا تجاهها. كيف يجمد تعديل الدستور وهو يسمح بإعادة النظر بأحكامه؟ ولأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. أسباب رئيسية ذكرها أمير الكويت قال إنها كانت سببا في اتخاذ قراره الصعب، وعلى رأسها سلوك نواب في البرلمان والتعدي على صلاحياته الأميرية بما يخص اختيار ولي العهد وتعيين الوزراء والإفراط في استخدام الأدوات الدستورية، لتكون القشة الأخيرة رفض النواب المشاركة في الحكومة الجديدة التي يستوجب الدستور مشاركة نيابية فيها لجعلها دستورية، ليتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة. ملفات رئيسية سوف تواجه خلال هذه الفترة الانتقالية، على رأسها تعديل الدستور الذي قال الأمير إن التطبيق العملي لنصوصه خلال 62 العام الماضية كشف عن إعوجاج يجب تصحيحه. ويتوقع المراقبون اختيار ولي العهد وتعيينه في ظل غياب البرلمان كما حدث عام 78 من القرن الماضي. تصور أنه هالمرة سيختلف الأمر تماماً عما حدث بالعدد 76 و86. تصور أن هالمرة سنرى تسارع في عمليات محاربة الفساد، في عمليات القوانين المعطلة، قضايا التنمية، قضايا فتح البلد، السياحة. حسم سوف يتم من خلال الركائز الأساسية للدولة وهي الأمن والقضاء كما قال الأمير، بهدف وأد الظواهر السلبية من خلال خطوات متأنية ومدروسة. ليبقى الكويتيون في انتظار خطوات وتطورات فارقة سوف تكون لها آثار كبيرة على وضع الكويت داخليا وخارجيا. سعد العنزي، سكانوس عربية، الكويت.